للاسف القناه دي وقفت تحقيق دخل فيها. لو كنت حابب تشترك في القناه الجديده اللي هنستمر فيها ان شاء الله الفتره الجايه وهنشوف فيها فيديوهات، هتلاقيها في اول سطر في الوصف. لو انت مشترك قديم يا ريت تشترك فيها، ولو انت مشترك جديد عجبك المحتوى يا ريت تشترك في القناه الجديده. بس كده، السلام عليكم، معكم مصطفى من قناه مستر بومتك، واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات اليوتيوبر الفشيخ. الحلقه دي هتبقى مهمه جدا لكل طلاب الجامعه. لو انت حاليا في جامعه او في سنه من السنين او قربت تتخرج، بالذات للناس اللي قربت تتخرج، لو انت بالذات عايش في مصر، يعني للاسف متوقع انك هتطلع مش هتلاقي شغل. ده غالبا اللي هيحصل، وده غالبا اللي بيحصل مع معظم الناس اللي في مصر. فعندك كذا تفكير، منهم تفكير انك تسافر بره والكلام ده وتتمرمط بقى كذا سنه، ولكن في ناس تانية بقى، الناس اللي بتتابع يوتيوب، تقول لك طب ما انا ليه ما اعملش قناه على اليوتيوب، ليه ما ابداش في المحتوى اونلاين، ليه ما اكونش فريلانسر واقعد في بيتنا واكسب بالدولار واقعد في بيتنا مزاجي رايق. هو مش رايق قوي بصراحه، ولكن يعني تبقى قاعد في البيت، المهم قاعد مع اهلك وبتاع، فالموضوع بقى اريح كتير من انك تسافر وتيجي. فالنهارده هقول لك على انواع قنوات اليوتيوب او انواع محتوى قنوات اليوتيوب المناسب لكل نوع من انواع الجامعات. يعني مثلا لو انت في كليه مثلا زي تجاره ليك نوع معين من المحتوى على اليوتيوب، لو انت مثلا في ألسن ليك نوع معين، لو انت في كذا ليك نوع معين من المحتوى. فكل جامعه ليها نوع معين. طبعا مش هقول كل الجامعات النهارده، ولكن لو انتوا حابين نضيف بعض الحاجات فقول لي جامعتك في الكومنتات وانا هقول لك الحاجه المناسبه ليك على اليوتيوب. ولو مش موجود على اليوتيوب فانت اكيد ليك شغل فريلانسر. بدون ما نطول كتير، الحلقه دي بالتعاون مع قناه ذا دارك وورلد. قناه ذا دارك وورلد بكل بساطه هي قناه قصص رعب على الانترنت، بتنزل قصص رعب على يوتيوب. الموضوع ممتاز جدا هناك بصراحه. هي قناه لسه بادئه مش كبيره قوي، ولكن القناه فعلا محتواها كويس، قصصها حلوه. انا سمعت كذا قصه كويسه، يعني الراجل المؤلف ممتاز، هو اصلا يعني كان حصل على شهادات وحاجات زي كده، فالراجل برنس في موضوع التأليف ده. ولكن القناه فعلا محتاجه دعمكم، فيا ريت هتلاقوها في اول كومنت تحت. وعندك القصص زي ما انت شايف قدامك كده، قصص كويسه جدا مش وحشه، وعن الهاك وعن حبه حاجات كده ورعب وبتاع، فالموضوع حلو هناك. فتروحوا هناك وهتلاقوني برضو هناك بشارك في القصص دي، فيا ريت تروحوا تشتركوا فيها. طيب خلينا نخش في موضوع الفيديو. واول كليه معانا النهارده هي كليه التجاره. بما ان انا في تجاره فاكيد لازم ابدا بكليه التجاره. كليه التجاره من الكليات اللي بتعلمك حاجات حلوه قوي. انا الصراحه لحد دلوقتي ما اعرفش ايه الحاجات دي، ولكن هي حلوه تمام. انا اعرف ناس استفادوا من الموضوع ده، وناس يعني في الربح من الانترنت وحاجات كده، كليه تجاره معظمهم تمام. فكليه التجاره هتعلمك حاجات كتير قوي، فيا ريت لو انت في كليه تجاره تركز قوي، لانك لو حابب تشتغل اونلاين مهما كان فانت محتاج كل اساسياتك اللي هتتعلمها في تجاره، هتحتاج كل حاجه تمام. انا عن نفسي لما دخلت امتحانات تجاره حليت بعض الامتحانات من دماغي فقط، بمجرد بس ان انا فاهم في الربح وفاهم في الشغل على النت وفاهم في المشاريع والحاجات دي. فبس كده انا فهمت الموضوع وقدرت احل في امتحانات، لان هو الموضوع هنا هو هنا، ولكن هناك معقد شويه، انت هنا بس بتفهمها باللغه العاميه. ولكن كليه التجاره من الكليات الممتازه جدا اللي ما تقلش اهميه عن اي كليه تانية. فاللي تقدر تشتغله على اليوتيوب بكل بساطه هو انك تعلم الناس ازاي يبداوا مشاريع، تعلم الناس ازاي يكسبوا من الانترنت، ده بعد التطوير طبعا اللي انت هتضيفه. يعني انت مثلا لازم تحول الكليه بتاعتك دي لحاجه اونلاين، يعني الكليه هي على ارض الواقع، لازم تحولها لحاجه اونلاين. يا اما هتعلم الناس ازاي يبداوا مشاريع وتشاركهم تجاربك في مشاريعك الخاصه، يا اما هتعلمهم الربح من الانترنت او ازاي يشتغلوا على النت. تاني حاجه الكليات اللي لها علاقه باللغه، يعني مثلا نروح لألسن، اداب انجليزي، تربيه انجليزي، الكلام ده كله برضو ليها علاقه او اي حاجه لها علاقه باللغه، انت بتعلم الناس اللغه دي بس بكل بساطه. يعني عندك دروس اونلاين زي امريكان انجلش، اي الكلام ده كله بيعلم اللغه بس بكل بساطه، اللغه بالجرامر بتاعها، بكل حاجه عن اللغه دي، بكل حاجه عن اللغه دي. قنوات كامله فيها ملايين المشتركين قايمه فقط على لغه الانجليزي، زي دروس اونلاين مثلا، حاجات زي كده. فالموضوع شغال جدا ما فيهوش اي مشاكل. ولكن برضو خلينا نضيف حاجه جديده، لو سمحت، لو انت كليتك مش موجوده النهارده، او كليتك في كليات هنقولها ملهاش شغل يوتيوب، لكن مفيش كليه ملهاش شغل يوتيوب، مفيش حد ملوش شغل يوتيوب. زي ما قلنا قبل كده، اليوتيوب هو مكان للناس، كل الناس، اليوتيوب مكان لكل الناس، كل الناس تقدر انها تشتغل على اليوتيوب، كل الناس تقدر ان هي تعمل محتوى كريتيف على اليوتيوب. فانت حتى كليتك، لو انا ما قلتلكش، قلت لك النهارده كليتك دي ملهاش حاجه واضحه على يوتيوب، انا بقول الحاجات الواضحه بس، ملهاش حاجه واضحه، يبقى انت اكيد ليها حاجه كريتيف من عندك، انت تقدر انت تعملها كريتيف من عندك، من دماغك انت تمام. فيا ريت قوي تركز في النقطه دي، ان طالما انا كليتك ملهاش حاجه، لا بمعنى كده انا ملهاش حاجه خالص، لا هي ليها، بس ليها انت لازم تفكر لها كويس جدا وترتب لها بدماغك انت. تالت حاجه وهي كليه طب او طب اسنان او طب بيطري، الكلام ده كله بتعلم الناس مواقف بسيطه. يعني اكيد مش هتروح مثلا تعمل عمليه جراحيه لمش عارف مين وتروح تصور العمليه وتقول لهم انا عملت عمليه اهو وازاي بعمل كذا وبنعمل كذا، مفيش الكلام ده. انت بتعلمهم مواقف بسيطه، مثلا لما يجي لك كرش نفس تعمل ايه، لما تلاقي ضربات قلبك سريعه تعمل ايه، مش عارف الكلام ده. الحاجات البسيطه دي بتنفع جدا وشغاله جدا. لو عايز طبعا تطور
اتطور اكتر من كده في المجال ده هتدخل حاجات كرييتيف بقى جوه. طبعا اتفرج على قناه بقى محمد الناظر، دكتور محمد الناظر ممتازه جدا، هتعلمك كل الكلام ده، هتعلمك ازاي تبقى كرييتيف في الطب، هو بصراحه استاذ في الموضوع ده. كليه حقوق، كليه حقوق ملهاش شغل كتير قوي على اليوتيوب، لذلك خلينا اعفيني من الموضوع ده ان انا اقول لك على شغل كليه حقوق لان ملهاش حاجه واضحه، ولكن انت مطلوب بشكل ثوري على الفريلانس. كل مواقع الفريلانس بتطلب ناس بتوع حقوق دول لانهم مطلوبين جدا. انت بتوصل للساعه الساعه معاك، انك حد معاك يقعد معاك كده على الانترنت نص ساعه على سكايب او اي حاجه زي كده، او ساعه بتاخد $50 في الساعه، يعني اكتر من 1000 جنيه في الساعه الواحده، مش 1000 جنيه 900 جنيه في الساعه الواحده. دي حاجه ممتازه جدا مش تاخدها اصلا في شغلك الطبيعي ده. ناس وناس كمان، ده ممكن توصل ل $100 واكتر من كده في الساعه بس في مواقع الفريلانس. فاستفيد من نفسك قوي بتاع كليه حقوق، يا بختك والله. كليه اعلام، كليه اعلام تعتبر من الكليات الممتازه لليوتيوب، لان انت في يوتيوب حر، تقدر تقول اللي انت عايزه، اعلامي حر، تقدر تشارك في الموضوع اللي انت عايزه، تشارك في الحاجه اللي انت عايزها، وتقول رايك في الحاجه اللي انت عايزها، وتقول رايك في الحاجه اللي انت فاهم فيها بس، ما تفتيش وتعمل اللي انت عايزه. ما تروحش بقى على التلفزيون انت مش فاهم في الحته دي، لا هفتي، لا رئيس القناه عايزني اقول كذا، لا مش عارف مين عايزني اقول كذا، لا الجورنان عايزني اقول كذا، لا الكلام ده كله مش عايزينه. انت كل اللي انت هتعمله في قناتك على اليوتيوب لو انت اعلامي او في كلية اعلام طبعا، فكل اللي هتعمله انك هتقول حاجات حرة، انت هتبقى حر. حاجة تانية طبعا، انت كلية اعلام بتعلمك الاخراج، بتعلمك حاجات كتير فشخ، ف يعني عندك مليون حاجة تشتغل فيها، ولكن لو على اليوتيوب فانت اكيد 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 هتبقى اعلامي حر على اليوتيوب. لو انت في كلية هندسة فبرضه مش قوي، مش مطلوب قوي على اليوتيوب، ولكن مطلوب في حاجات بسيطه زي برنامج سكتش اب، انك تعمل تصميم للناس وكده، هو مطلوب على فكره، مطلوب يعني، مش هقول لك مش مطلوب، هو مطلوب. ولكن بصراحه ما شفتش قنوات كبيره قايمه على برنامج سكتش اب بس، وان هي تقدر تعمل لك تصميمات على برنامج سكتش اب بس. الموضوع لا مش قوي، مش مطلوبه قوي، لكن لو انت عندك حاجه كرييتيف تضيفها على سكتش اب هتبقى قناتك ممتازه جدا، واوعدك ان القناه دي هتوصل لارقام خياليه تمام، لانها تبقى فكره كرييتيف جدا ان تكون تعمل سكتش اب، يعني تعمل تصميمات لمنازل وكمان تضيف حاجه كرييتيف من عندك، تبقى حاجه ممتازه جدا. طبعا في فريلانس مطلوب جدا، السكتش اب بتاعك بيتباع على فريلانس بارقام كويسه جدا، وبرده الحاجات دي كلها موجوده وعلى النت، وتقدر الكلام ده كله على اليوتيوب. اكتب بس انك ازاي تشتغل فريلانس وابدا على طول بكليه الهندسه بتاعتك، طبعا تكون متخرج يعني. كليه اثار، بكل بساطه الكليه دي مش محتاجه منك اكتر من ان هي حكاوي، تحكي بس كل اللي حصل في التاريخ القديم مش اكتر، كل اللي انت بتتعلمه بتحكيه على شكل قصص مثيره جميله، مفيش اي مشكله. الموضوع ده ممتاز جدا. هتروح يعني تديهم معلومات مباشر؟ لا، محدش يحب المعلومات المباشره، محدش يحب خالص المعلومات المباشره، غير طبعا في قنوات زي هل تعلم القنوات دي لو انت هتبدا حاجه زي كده، ولكن لو انت عايز تشتغل بالكليه بس فهتبقى ممتازه جدا انك تحكي حكاوي حاجات قديمه. ناس كتير قوي بتحب الحاجات دي منهم انا. واخر كليه معانا هي كليه فنون جميله، بكل بساطه الكليه دي جميله تمام، بكل بساطه الكليه دي ممكن تستفيد منها عن طريق الفريلانس واليوتيوب مع بعض. من اكتر الحاجات المطلوبه على الانترنت هو ان حد ترسم له صوره، ترسم صوره بورتريه لشخص، مش عارف ايه الكلام ده، بيتباع عندنا في مصر هنا ب 200 جنيه الصوره، ودي حاجه ممتازه جدا لما تكون ترسم الصوره في ساعتين ثلاثه وتاخد 200 جنيه، دي ممتازه جدا، دي اول حاجه. تاني حاجه على الفريلانس وعلى مواقع الفريلانس الموضوع اغلى من كده بكتير، بيوصل ل $50 الصوره و $40 و $20 و $30 وحاجات كده تمام. اما على يوتيوب شغلك ايه؟ هو على يوتيوب شغلك بكل بساطه انك بتحط الكاميرا كده وترسم بس، تحط الكاميرا كده وترسم بكل بساطه، الموضوع سهل جدا، موجود كتير قوي قنوات يوتيوب بنفس الشكل، فالموضوع بسيط مش محتاج منك اكتر من كده. وبس كده، اتمنى اكون ما طولتش عليكم النهارده، واتمنى يكون الحلقه دي عجبتكم، ويا ريت لو عجبتكم تشتركوا في القناه دي، واشتركوا في قناتي الثانيه هتلاقوها في اول لينك في الوصف، واشتركوا في قناه دارك وورلد برده ان شاء الله هتعجبكم وقصصها حلوه جدا، فاشتركوا في القناه دي. ما تنساش طبعا توصل الفيديو ده ل كام؟ 900 لايك، خلينا نوصل 900 لايك، فيا ريت لو وصل الفيديو 900 لايك. وما تنساش تعمل شير للفيديو، الشير برده بيفرح. ولو عايز حلقات ثانيه عن الموضوع ده، وعايز كليات ثانيه وجامعات ثانيه، اي حاجه من الحاجات دي، فاكتب لي في الكومنتات تحت، وانا ان شاء الله هلبي الطلب ده بشكل مباشر. ويا ريت نوصل الفيديو ده 900 لايك زي ما قلت لكم، عشان اقدر انزل لكم الحلقه اللي بعدها من اليوتيوبر فشيخ. وبس كده، سلام.